جميلين مجميلين. يا مساء الخير عليكم في قناتنا من جديد. اليوم الفلوق غير، اليوم فلوق عيد ميلاد ريان. طبعا احنا راح نجهز حق حين، راح نجهز الطاولة هذا كاملة، راح نحط لها شوكولاتة دونات الكيك، وهذا راح نفتحها حين ونفخ البالونات اعلقهم هني، راح اصور لكم خطوة بخطوة ان شاء الله. راح نبدأ الحين. طبعا ريان ما يدري ولا يدري وش بنجهز وش بنحط، فما يدري عن حاجة. الحين اجهزهم واصور لكم. الحين راح اطلع الاعلام حق اعلقها بالجدار. هذه هي، راح اعلقها واصور لكم اياها. ركبت الاعلام، راح انفخ كم بالونه واعلقهم هني من فوق، بعدين راح احط السفره هني ونعدل. والحين رتبنا الأغراض، باقي الكيكة والدونات، ونجيب ريان نحتفل فيه، وباقي بالونة بعد هنا احنا راح نفخها وراح احطها شكل ميكي ماوس. وهذا الشكل النهائي للترتيب. طبعا ريان للحين ما شاف الترتيبات. هذا هدايا ريان، وباقي بعد هدايا الحين راح نجيبهم. الحين راح اسوي له مفاجأة، اغمض عيونه واخليه يشوف. هذا كيكة ريان. عيد ميلاد الحلو ممنوع حد يزعله، إننا ميلاد الحلو ممنوع. وش تسوي ريان؟ وش رايك بالعيد ميلاد؟ عجبك العيد ميلاد؟ ليه والترتيب؟ ليه؟ استانست؟ ليه؟ نشغل الشمعة؟ يلا. ايوه شاطر رياني. انت بتوزع الكيك؟ لا بس بتقص. ريان مستجن على الدونات، ما ادري يبي يختار اي وحده. اي وحده تبي ريان؟ ما حق توتو ما في. ريان اختار القلب. قول لك الواحد يختار لحاله. ماذا بتختار لتوتو؟ مشغول ريان في الاكل. عوافي كل عام وانت بخير. والحين احلى فقره عند ريان بيفتح الهدايا. متحمس ريان؟ ايه. تبي اي هديه تفتح اول؟ هادي؟ يلا افتحها. طالت النفاقة. الله جميلة.
باشف البدلة زينة عليك؟ مقلوبة مقلوبة. هذا من عند الخالة، قول شكرا خالة. شكرا. الحين نشوف الهدية اللي بعدها. يلا خدها، نزل دينا الهدايا. أول هذه. يلا افتحها. وش مليلين؟ ألعاب. جميلين؟ مو جميلين؟ وش يقولون حق لي أبوهم الهدايا حق خالي؟ شكرا. شكرا. هدو وياهم، يلا شيلها. يلا افتح الهدية اللي بعدها. وش وده؟ قوم افتح افتح اوقف. اوه هذا جاكيت حق ريان. هذا مو جاكيت. قوم وقف. البسه، تعرف تلبسه؟ هلا بالشيخ ريان، فارس القبيلة ريان. وش يد اللعبة؟ روني ياها ريان قبل لا تفتحها. مقلوب. اي هاد حبيبتك ريان. زين روين الهدايا اللي باقي بعدين نفتحها. زين اللي يابوا الهدايا ما قلت لهم شكرا كلهم؟ قلهم يلا شكرا. مني هم، مني مني مني، قلهم شكرا. شكرا. الله هذا كرة سلة. وش رايك نسوي فيه تحدي هذا؟ والحين الحين باقي آخر هدية. يلا يا ريان. عرفت شنو هذا؟ إيه؟ وش هذا؟ حليوة. وش اسمها؟ دراجة. اسمها سكوتا. إيه؟ وش يقولنا الخالة؟ هل من عند الخالة؟ شكرا. وهدية خالة ما قلت لخالة شكرا؟ قولي يلا بعد مرة ثانية شكرا. شكرا. قولي جد شكرا. شكرا. يلا افتحها افتحها بنشوفها. محاولات ريان. نعرف. ما تعرف صعب؟ ايه حق اطفال. حقك هلا حقت اطفال، هاي لازم تتعلم عليها. بكرة نروح الكورنيش تتعلم فيها. بالكسارات. مش رايكم في الفيديو اليوم؟ ان شاء الله عجبكم. انا استانست بالفيلم، انا استانست بالمعنى. وش نقول للناس اللي جابوا الهدايا؟ شكرا. نقول لهم انا احبكم وايد. انا احبكم وايد. لا تنسون لايك شير سبسكرايب. باي.